تحيه سلطعونيه ومرحبا بكم اخوت في هذا اللايف. هذا كما تشوفوا العنوان لان المساله خطيره بزاف. اسمحوا لي بعدا ندير ليزي فين قاشير لايفات كان لايفات الخوت، لان مساله خطيره ما يحدث في وطني مساله خطيره خصنا نهضروا عليها الخوت. مرحبا، ولا كاين شي صوت الخوت قولوا لي عافاكم باش نسميتو. كاين شي صوت الخوت؟ تحياتي الخوت، كاين شي صوت باش نبداو الموضوع؟ كاين شي صوت الخوت؟ هل هناك صوت الخوت؟ مرحبا بالجميع ومرحبا بجميع الاحرار. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، لان نجيب لكم شي معلومات يعني جديده بخصوص يعني مساله ديال القاصره اللي تغتصبت في مراكش، فهمتي؟ كما سمعنا بزاف ديال المواقع الخوت. باش نبدا في الموضوع، تحياتي لجميع المغاربه وعاش الشعب وعاش لي درويش. المهم انا نهضر على قضيه ديال القاصر اللي اغتصب هذيك الكويتي الحمار ابناء بول البعير ديال الكويت، اللي اغتصبها وهرب من المغرب بمساعدة الدولة طبعا. وكما بغيت نقول لكم انا يعني درت واحد البحث، فتحت واحد التحقيق في هذه المسألة هذه، بغيت نوصل لبعض المعلومات وفعلا وصلت لها. هذه المعلومات هذه اولا المفاجأة هي ان الام بزاف ديال الناس خرجوا تيقول لك اللي عطى مؤخراته اللي يفكوا ياك. بزاف ديال الناس تيقول لك راه والديها شدوا شي 50 مليون باش انهم هما اللي عطاو بنتهم، هما اللي باعوا القضيه وهادي، باعوا الشرف ديال بنتهم وهداك الشيء. هادشي راه ما كاين منه والو. الدوله المخزينيه تتحاول انها تتملص من المسؤوليه ديالها الخوت. بالنسبه انا نقول لكم يعني وهاد اللي راه نحطو لكم اذا كان ممكن، الوالده ديال القاصر، فهمتيني؟ الوالده ديال القاصر التي اغتصبها الكويتي في مراكش، خرجت بواحد التصريح للجريده 24 بوان ما، غادخل الجريده 24 بوان ما غادي تقرا الخبر. وغالبيا هذه هي الجريده الوحيده اللي تهضر في هذا الموضوع هذا يعني بحياديه. خليني من هذوك المواقع ديال المخزن، شنو تتقول؟ يعني كاين واحد العنوان عارض اولا، تيقول بان والده القاصر التي اغتصبها الكويتي تقول لهم بان انا ميسوره ولست في حاجه لمال الحيوان الذي هداك عرض صغيرتي، فهمتي؟ هي ميسوره عند العاقه، ما محتاجاش يعني مراه بخير عليها، عائله بخير عليهم يعني ما محتاجه، ماشي شي عائله فقيره ولا شي عائله تعيش الجهل والفقر وكل شيء. هذه عائله محترمه يعني ميسوره عندها الفلوس، وتسمعوا يعني التصريح ديال الوالده ديالها وحتى الوالد ديالها. أنت تقول يعني في الجريده هنايا، راه الجريده دي رسميه باش نكونوا واضحين، في جديد قضيه القناه الفتاه القاصر، كشفت والده الضحيه ان الامور كانت تسير بشكل عادي الا ان تفاجات باطلاق سراح المتهم الكويتي ومغادرته ارض التراب الوطني. يعني راه ما شدت، ما عنده لا فلوس، ما تنازلات ليه لا حق بنتها لا على الشرف ديال بنتها. هذوك الناس اللي تيروجوا لهاد المساله ديال ان باع ب 50 مليون ولا 30 مليون راه هيكذو، ما كاين والو. ثانيا الام ديالها سميتها سميره والده القاصر المسمات جوهره البالغه من العمر 14 عام اخوتي. يعني هاد الحمار هذا اللي تكعب، هاد القاصر اللي في عمرها فقط 14 عام. الام ديالها تحكي بحرقه الجريده 24 ان خبر اطلاق سراح المغتصب الكويتي البيدوفيلي نزل على العائله ديالها كالصاعقه. يعني العائله كانت تنتظر يعني الانصاف ديالها من طرف القضاء المغربي المخزني اللي مبيع، فهمتيني؟ دابا عرفتي شنو راكم عارفين القضاء المغربي كيفاش داير. خويا شي انت مغربي كمغربي عادي، شي طريحي مع عشيرتك في شي مكان عمومي ولا في شي جردة، يجي يوقف عليك البوليس ويدخلوك للحبس
ويتهمك ب ب ب يعني بممارسة الفساد في مكان عمومي، واخا انت جالس ما تتمارس لا فساد لا والو، غير تهضر وتقد تكون كاع الصديقة ديالك ولكن بغاو فيك الخدمة، فهمتي؟ ولكن الا جا البوليس يهضر معاك وكنتي ولد شي واحد عنده لاماس وعنده الشكارة وعنده عمر، ما كاينش ليه يهضر معاك، راه تشري القاضي وتشري وكيل الملك وتشري حتى الملك، فهمتي؟ مالك كنتي تعرف شي موظف في القصر ولا شي لعيبة، كنتي تعرف شي موظف في القصر ولا شي موظف سامي كما تيسميوهم الكلاب ديال الدولة الطبقية ديال المخزن، راه ديك الساعة عرفتي شنو نكح حتى المغرب كامل، ما كاينش ليه يهضر معاك، راه بالتليفون باباق خويا رانا في مشكل البوليسي كدا وراك الله يعاون، راه يطلقوا الصراح ديالك بدون يعني مشاكل الشلبة. المهم باش نرجع للموضوع ونهضر لكم، تقول يعني والدة الضحية قالت أنها لم تكن على علم بموضوع اغتصاب ابنتها بسبب اختفاء هذه الأخيرة، يعني بنتها اختفت لشهور على الأنظار، ماذا فعلت لتسجيل شكاية في الموضوع عند البوليس، فهمتي؟ وبعد مدة تردف قائلة أنها تفاجأت باتصال من نجلتها، يعني بنتها تخبرها بأنها قررت الاختباء والهروب بعيدا بعد تعرضها لاغتصاب من طرف أجنبي كويتي الجنسية بمراكش، لتقوم بإقناعها بالوقوف معها، الأم ديالها قنعتها بأن راها توقف معها وغادي تاخذ لها حقها بالفعل، وداك الشيء نيت اللي دارت الأم ديالها، وهنا تيقولوا ومن تما مشاو حطوا شكايه في حق هذا المغتصب اللي اهتك العرض ديال والشرف ديال هذه المغربيه هذه، يعني وتما بدات الشرطه تدير التحقيق ديالها وشدوه اخويا، وراه نجيكم واحد المعلومه اخرى، واحد الجريمه اخرى فوق هذا الشيء هذا اللي داروا، يعني واحد الجريمه راه واخا نقولوا كاع، المهم احنا جايين في الموضوع باش ما نخلطش لكم. تقول والدة الطفلة جوهرة ذكرت أنها اقترفت خطأ كبيرا في حق فلدة كبدها بعد قبولها التوقيع على التنازل وإقناعها بكلام محامي المتهم ووالده أنه في حال العدول على الشكلة سيتم إصلاح الأمور عبر الزواج رغم حداثة سن جوهرة، فهمتي؟ أدخل شي مراهقي مع داك اللي تينوب على المغتصب البيدوفيلي ديال الكويت، دخل شي مراقي محامي، راك عارفين المحامي تما ولاد بحال تتبيع الحشيش بحال بزنات، فهمتي؟ الشمكار ديال مو تيدير المحاماه وتيمارسها على الشعب وتيمارس الفساد الاخلاقي على الناس، لان المحاماه مهنه شريفه، فهمتيني؟ الناس ديال الشرف هما اللي يمارسوها. باش نكملوا خليوني نكمل عافاكم، ونتمنى انكم تبارطاجوا هذا اللايف هذا، بارطاجوا الخوت بارطاج، لان هذا الشيء هذا لا يمكن، يعني جريمه الدوله، هنا تنهضروا على جريمه الدوله، الدوله يعني تمارس الجرائم بشكل منظم، ولات بحال واحد العصابه منظمه، ان مافيا اون مافيا، ولا سميها انت كما بغيتي، راه هذا الشيء اللي تيبان لي انا والله اعلم. يعني الام ديالها تنازلات على الدعوه بلا فلوس بلا والو، ما عطاها لا حق لا لارو، راه يمشيو عند البوليسيه، فهمتي؟ راه حتى العائله يتم يعني الضغط عليها من طرف المخابرات ديال الضابطه القضائيه ولا شوف انت، باش انها ما تخرجش، يعني ما كاينش شي جريده ياك شفتي في مهتمه بهاد المسائل ديال الاغتصاب والشوهه والتخربيق، علاش ما يمشيوش للبيت النازله ويديروا لنا شي لايف من تمايا نشوفوها اخويا، ونشوفوا يعني التصاريح ديال هاد الناس هذه، كاينه جريده وحده اللي هضرات في هاد المساله هذه، ولا هي هذيك كما قلت لكم جريده 24.ma. باش نكمل الخوت، المهم الوالده ديالها انها يعني اعترفت بانها اقترفت خطا بالتنازل على القضيه على الدعوه، ولكن لسبب انه قال غادي يصلح الامور غادي يتزوج البنت، واخا هي قاصر ماشي حتى ديال الزواج، راه دخينا هذا خصو السجن ديال امو شي 20 عام. والدة الطفلة المغتصبة أكدت أن إقدامها على هذه الخطوة ديال التنازل جاءت لحماية أسرتها من الفضيحة، سيما أن والدها الوالد ديالها لم يكن علم على لم يكن على علم
بما وقع، إلا أن تفاجأت حسب تعبيرها بأن كل مجهوداتها للدفاع عن شرف ابنتها المغتصبة ذهب سودا بعد حصول هذا الوحش الآدمي على التنازل الذي قدمته أمام القاضي، أمام قاضي التحقيق الذي قرر طردها من الجلسة وطلب منها حضور الوالد الطفلة. فهمتي، خداو من التنازل. راه هادي راه تشوف، راه القاضي حتى هو عنده صبع في هاد الشيء هذا، يعني شدوها قالوا لها تنازلي مسائل، ومن بعد شنو داروا؟ طروا عليها من الجلسة، خرجوها وقال لها خصها تروح تحضر الوالد باش الوالد يحطوا أمام الواقع. أولا نصبوا عليها، جابوا الأم هي الأولى وقالوا لها باش نسك، حيت الأم الأب ما كانش على دراية بهذا الموضوع هذا، قال له راه تنازع القضية وراه السيد غادي يتزوج بالبنت، وراه السيد ما عندنا صداع على هذه، وخا هي 14 عام ماشي كيش الزواج، أنا كشخصيا نشدو نفرش خدين أمه، ما نعقلش عليه، ما كاين لا قضاء لا خرق. إلا كان هذا هو القضاء راه تتبقى يعني استعمال اليد والضرب وكذا، راه هو اللي يقول لي خدام، راه ما تيبقى لا قضاء لا والو. هذه اغتصاب قاصر في اوروبا، هذه جريمه لا تغتفر. شي واخا الام تنازل والاب تنازل، الدوله ما تتنازلش لانها تتحمي المواطن، فهمتي؟ فما بالك يعني الا كانوا غير الاباء والامهات في اوروبا الا ما قادينش يتحملوا المسؤوليه ديال بناتهم وولادهم، الدوله تتاخذهم، لان الدوله شنو هي؟ هي الاب والام، خصها تكون هي الوطن هو الحضن. اما في المغرب لا، في الدوله في جهه، ما دوله ما تخريه، سمحوا لي ما كاين لا دوله لا شي لعبه. نصبوا على الام، استغلوا يعني العاطفه ديال الام، واستغلوا يعني انها ما بغشوها وداك الشيء، لان عندنا مجتمع يعني اش نقول لك محافظ وداك الشيء. فاش تنازلت على القضيه طردوها من الجلسه وقالوا لها خص يجي الوالد هو اللي يهضر عليها. المتحدثه ذاتها يعني الام ديالها زالت قائله انها خوفا من العواقب النفسيه والاجتماعيه التي ستتبع الفضيحه، فضلت عدم البوح لزوجها وعائلتها، الا ان طلب منها قاضي التحقيق استدعاء زوجها للمثل امامه، وهو ما وقع، بحيث اصر هذا الاخير على متابعه المتهم الذي نال من شرف طفلتها. وتزيد انه مباشره بعد اصرار زوجي على معاقبه المتهم، خرجت للاعلام وعينت محاميه. من بعد ان زوجها صر على ان الشرف ديال بنته اللي اغتصب بنته خصو يتحاسب ويتعاقب، وحنا في هذيك البلاد راه الاب هو كلشي، فهمتي؟ راه عندنا هذاك التمييز ما بين المراه والرجل، راه الاب هو كلشي. الا مشيت للشيطان تيقول خص ضروري الاب، ولا كانت كاع الام ما تيقبلوهاش. باش نكمل لكم، المهم مباشرة بعد هذا الشيء عينت محامية، قالت لك اننا كنا كلنا امل على الرغم مما وقع ان القانون سينصف ابنتنا، خاصة على الرغم من تقديم التنازل في الوقت الذي زاد اصرار والدها بصفته ولي الشرع على المتابعة، يعني المشتكي به هذاك الحمار ديال الكويت. يعني العائلة المعنية بالأمر، العائلة ديالها، بعد تعيين الجلسة تم منعهم من دخول القاعة بعد تكليفهم لمحامية للدفاع عن ابنتهم، والتي كنا قد اتفقنا معها على تأخير الملف. تصوروا معايا منعوا العائلة أنها تدخل الجلسة وأنها تحضر الجلسة، فهمتيني؟ خلاو غير المحامية اللي تدخل، وأنا ما فهمتش أنا هادشي هادي، واش هادي دولة ولا كيفاش؟ أنا بغي أنا شي واحد اغتصب بنتي خصني ندخل نشوفو ونعرف شكون هاد السيد هذا، فهمتي؟ خصنا نحضروه. كانوا تعقوا مع المحامي باش انا تاخر الملف، وبعد مده تم تاخير الملف حيث تقدم الدفاع المتهم بطلب صراح المؤقت. واش تاع صاحبي راه ما يمكنش تقبل صراح المؤقت لواحد عنده تهمه اغتصاب، فهمتي؟ ما يمكنش، راه المجرد دوز دين مو مع شحال ديال الحبس،
وعاد باش خرجوه داروا ليه يعني براسلي في رجليه هنايا باش يدور في فرنسا ومنعوا عليه الحدود باش يخرج. هانتوما شوفوا ديروا مقارنه تنقول لكم يعني باش نكملوا. دفاع المتهم طلب بصراع مقرر وقررت المحكمه المداوله اخر الجلسه حيث كان في انتظار والده وبعض حتى الاسره ديالو جات من ابناء بو البعير ديال الكويت جاو حتى هما للمحكمه واقفين تما قال لك ورجعوا هما بحالهم انه وعندهم يعني امل انه سيتم البت في ملتمس اطلاق السراح الذي وافقت عليه المحكمه في الجلسه المقبله. الجلسه المقبله اختلقات المحكمه قالت لي سير صراح مؤقت. المهم صراحة موقف في مساء يوم الثلاثاء بالضبط علمت المحامية بتمتيع المتهم من الصراحة المؤقت. فقررت المحامية في هذه اللحظة فاش علمت المسألة فقررت تقدم بطلب إغلاق الحدود في وجهه في اليوم الموالي إلا أن الأخير كان قد طار لبديه إلا أن الأخير كان قد طار لبلده والتحق بعائلته في الوقت الذي تشتت فيه أسرتي وضع حق ابنتي وشويت صورتي. الأم تتهضر سيدي فاش تلقوا القاضي مع بيه فيه دار ليه المخزنة ديك اللعبة ديال إطلاق سراح وداو للبطار وطيروه شحال ضرب فيها مخزن الفلوس الله أعلم. الأم ما دات والو ما بغاتش تبيع الشرف ديال البنت ديالها. كيفاش حنا تنعرفوا بان اش نقول لكم عندنا مخابرات عندنا جهاز امني تيقول لك احسن جهاز امني في العالم ما عرفتش هاد ولاد القحاب حاشاكم واش زعما وسمحوا لي على تخسر الهضره هاد ابناء القحبون ما عرفتش واش دين امهم مخابرات ولا بوليس ولا شنو هي الخدمه ديالهم ما عرفتش ديك القاصر القسم اللي تيقسموه فاش ياخذوا ديك المهنه واش للدفاع عن الوطن والمواطنين ام الدفاع عن السواعده وفهمتيني والبيدوفيليا. لا خويا ما سدوش عليه الحدود وخلاوه طار ومشى في حالو لبلادو فهمتي. غنشوف دابا الدوله اش دير لان كاين بزاف ما يدار. نشوف الدوله شنو غادير لان كاين بزاف ما يدار. وهنا تجي في الاخر تقول لك انها وعن استفادتها من اموال مهمه مقابل التنازل. أكدت في ذات التصريح أنها لو حصلت فعلا على مال ما كانت لتت شي قالت ليهم وكون شديد الفلوس والله ما نتنازل على حق بنتي. وقالت ليهم أنا قالت ليهم أنا مرا لاباس عليا بخير وما محتاجاش الفول لأموال من واحد اغتصب ليا بنتي واغتصب الطفولة ديالها. وبقات تبكي مسكينة الأم ديالها فأجهزت بالبكاء وتتقول لهم درت الشوها في راسي بغيت حق بنتي ودابا راه سافر وعيط لينا قال لك راه في بلادو وسط حبابو تيضحك وتيضحك السيد راه كويتي مسطلات تما وتيدور وتقول لهم راه تيضحك وداك الشيء وعايش فهمتي. لان علاش هو دور لهم لان كان واحد الاتصال بان غادي يتزوج بالبنت ويصلح القضيه. المهم حسب يعني الثقافه المغربيه والام قالت لهم راه وليت تنحس بالحقره وسط بلادي انا ما هارب هذا المجرم وكانه كل شيء كان مرتب باش يخرج. المخزن كان يرتب لهذا الشيء هذا باش يخرج وانا نجيكم علاش لان المخزن والدوله والقضاء والشرطه القضائيه والمخابرات كلهم عندهم الصبع في هذيك القضيه هذه. اي باش نكونوا واضحين كل شيء كان مرتب. المخزن دفع بواحد المحامي هو اللي قادو ليه ربما راه المخابرات يخدموا مع محامون راه كاين محامي خدامي مع المخابرات تخلصوا فلوس صحيحه فهمتي. على هذوك الناس اللي نابوا على هذوك اش تيقول لهم تيقولك ضحايا بو 20 وداك التخربيق الكتب راه كلهم مخابرات راه ما كاين والو. محامي مخبر جابو حطوه الكويتي مخبر عنده ادوات ديالو باش يقنع البشر جا شرح ليه قال ليه قال العائله تنازلوا راه يصلح القضيه. المهم فاش تنازلوا هما باش يقول لهم في الاخر ها لا تشدوا بنتكم الله يعاون. هاد المحامي هذا اصلا خصو تحيد منه ديك فهمتي ما يبقاش يمارس مهنه المحاماه. هاد خينا هذا وما جبدوش لنا حتى السميه ديال شكون هاد الناس هذا. هاد الانسان اللي تيغتصب طفوله خص السميه ديالو تشهر خصو يتعرف شكون هو. راه في اوروبا ولا في امريكا تيصوروه لي بيدوفيليين تيصوروهم وتنشروا الخبر يعني في عموم البلاد فهمتيني.
ان هاد السيد راه تيشوهو دين امه، ولكن هما لا، هما راه عشان نقولك مخابرات عندها خدمه اخرى. راه هذيك هاجر ريسوني قال لك صوروها نازله من عند واحد خاينه مشات على واحد فهمتيني، على واحد التشخيص، لان كانت تعيش واحد الالام، جاو تعموها بالاجهاض لان غتنتقد الملك فهمتي، ودخلوا ليها من سميتو ونشروا الخبر بوم في الانترنت، ما كاينش اللي يهضر فهمتي، داروا بوم. وانزلكم انا علاش المخابرات داخله في هذا الشيء هذا، راه هو عندي الدليل، انا عندي الادوات باش ندير البحث ديالي وتنحل الامور. اش نقول لك، سالينا الموضوع ديال هذا. جات واحد العاهرة معروفة تابعة يعني عضوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، راكم عارف هذاك الحزب اللي تترأسو الشقر، وهاد خيتي هادي عندها يعني عمالة مع المخابرات، يعني تتخدم مع المخابرات جهاز لاجيد فهمتي، ما عارف واش ينكحها شي واحد من لاجيد وتتخرج دير هادشي ولا تيدبرو عليها مصيريف، ما عرفتش انا. المهم خصنا نخرجوا هذا الشيء هذا باش تشوفوا هاد خيتي هاد العاهره هادي، كما قلت لكم الخبير انه الام ديالها والاب ديالها ما تلقاو حتى شي اموال وما باعوش الشرف ديال بنتهم. هاد العاهره هادي خرجت قالت لك سميتها الناشطه في دوار رجواني. في دوار رجواني شكون هي في دوار رجواني؟ في دوار رجواني اخويا هادي عضوه في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه اوكي، وقالت لك يعني ناشطه يعني جمعويه وتخربع. هاد خيتي هادي اللي حتى هي كانت دخلت في ملف ديال بو 20 وكتبت مقالات وتخربيق وهاديك الشيء، غندخلو لهاد الشيء هذا تا هو، راه جمعت لي انا الملف ديالك كامل فهمتي، ولا كتشوف هاد هاد الفيديو تنقولها سير تقاودي من هنايا. لكن انتيا فاش تجي تدافعي على لي بيدوفيل وتدافعي على مغتصبي الاطفال وتتعني بالحداثه والعلمانيه، راه ما عندي حتى شي حاجه، راه حتى انا علماني وحداثي على امك، ولكن راه الشعب ما نفوتوش، واخا تحط عليا قرطاسه ما نفوتوش. كرامه الانسان المواطن المغربي كيف ما كان، مسلم كافر كيف ما كان، تتهمنا جميعا فهمتي. هذيك الحادثه ديال المخزن وهذاك التقحبين ديال المخزن خليها اختي عند المخزن، بعدي من هذا الشيء هذا فهمتي. العماله ديال ديرمكم ولات مسموعه في العالم كامل. المهم باش نكملوا، خرجت هاد النشيطة في دوار رجوان، هادشي هذا قبل ما تخرج الأم الإعلام الجريدة 24، لأن هاد الخبر هذا خصو يتنشر الصراحة. خرجت النشيطة قالت لك خرجت بمعطيات جديدة وخطيرة بخصوص البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قصير بمراكش الذي استفاد من سراح مؤقت قبل أن يغادر المغرب صوب بلده الرجواني. هاد النشيطة ديال القوات الشعبية ولا القلوات الشعبية حاشاكم، أفادت نقلا عن مصدر وصفته بأن الكويتي الذي اغتصب الطفل القاصر تسلمها من عائلتها عن طواعية مقابل المال. هذا عرفتي شنو؟ هذا هو التشهير، هذا التشهير، هذا هو، هذه شهادة الزور، هذا هو الكتوب، هذا الشيء تيعقب عليه القانون. لأن فاش ترجعوا للتصريح ديال الأم ديالها شنو تتقول؟ ها هي قالت لك أنا ما عمري شديت شي فلوس، تنازلت على القضية لأنه كان واعد بنتها بالزواج، وعدهم بانه يصلح الغطاء بالزواج، ودخلوا فيه محامين، دخل فيه حتى القضاء، ودخل فيه المخزن، وفي الاخر داروا لهم القالب. يعني الام هنا اللي هي الشخص الوحيد اللي تهضر في هذه القضيه هذه قالت بانها ما استفدت حتى شي، وهذه تجي تقول لك قال لك تسلمت عائلتهم بغات تردهم بحال المغاربه تيتاجروا في بناتهم، وردات المغربيات بحال العاهرات اللي جميع العائلات ديالهم تيتاجروا فيهم. هادشي اللي بغات تقول. واخويا اش نقول لكم انا بعدا هنا صراحه سميتو تنشوف وتنسكت، يعني اش نقول لك، واش هاد الناس هادو عايشين معانا ولا كيفاش؟ واش هاد النوع ديال هاد العاهره قالت لك ناشطه جمعويه ولا خراويه، سير اختي ديك شي نشاط في شي بار ولا شي لعبه ضربك الطاسه، وسيري بعدي من الحداثه وبعدي من القيام وبعدي من التخربيق. يا فين ما كانت شي قحبه ديال المخابرات جيت بقا تعطينا الدروس في سميتو في تبقى تحط شهادة الزور على المغاربة وتجي تعطينا الدروس في الحداثة والعلمانية والتقدميين على البوك الكلب، هذا هي اللخرة. المهم راه غادي نحط الصورة ديالها اللي انا تنسجل حتى فيديو، عندي الكاميرا وهذا راه نسجل هادشي وغندير ليه حتى المونتاج ونحطو في اليوتيوب، وغندير ندير مو سبونسور، واخا نعرف نحط على دين مو 10000 درهم ديال السبونسور، غنحطها على دين مو، وسيرو قاودو
خص الراي العام ينوض على هذه القضيه هذه، ما يسكتش على لان المخزن عرفتي شنو بغا يدير. راه كما قلت لكم الام ديالها ما تقدرش تدات لا فلوس لا والو، تيحاول ينشر اخبار يعني كاذبه على ان الام طلقت اموالا وبعت الشرف ديال بنتها، وهذا الشيء ما كاينش فهمتي. الدوله عرفتي شحال من موقع جيش ولات القضيه ديال المخابرات اللي تتقول تدافع على المغرب والحدود والوطن والفتنه، والاخرى اللي تدافع سير دافعها خويا على فهمتي، سير دافع سير حرر غير مؤخراتك من الخوف على ديستي وهاد التخربيق هاد. واش دابا نتوما بغيتونا حنا نحترموكم؟ نحترموكم بهذا الشكل هذا تتجيشوا الناس علاش؟ لان هاد الخبر اللي خرج للشعب تنوض الفتنه، وراه الفتنه هي هذه اللي تتمارسوا نتوما على الشعب. ما عرفتش انا نتوما كيفاش بغي انا يخرج لي شي واحد في طريقي ونتمنى شي نهار نتلاقى مع شي واحد وجه لي وجه، الا ما بقى انا ودير امك كلاكات تمايا حتى الصباح فهمتيني، تيطيح شي واحد فينا راه انا تنوعدكم يخرج فيا شي واحد ولا فهمتي يكونوا 6 7 10 اللي كنتو. المهم راكم عارفين ونهضروا، ما كاينش لا هادي لا انا عينا ما بقاو ننصحوكم. وهذيك القضيه ديال بدات تجي تبلغ ليا على الصفحه ديالي وعلى اليوتيوب ديالي ودير ليا الحصار وتخرب يصحاب كان هو بزيز ولا شي قحبوني ولا شي حاجه. راه نشر ديال امكم الفيديو ديال ديالكم في الفيسبوك داخل حانه ديال القحاب، واش ديك الساعه نشرت هذه هي راه تزعزع عقيده المغاربه ديال امارات المؤمنين. وهذيك الساعه راه عينا معاكم، عينا ما بقاو نهضروا عينا ما بقاو نساوي وندويو هكا وهكا، ولكن نتوما والو ما كاين والو. هاد الناس هادو حمير حاكمينكم، حمير قواده بياعه جهاز امني تيحمي اللي عنده الشكاره، الفقير نكحبوه ضربوه معبوه الرئيس ديال حركه الشباب الملكي وبركه عليه 50 جمعيه وبركه تكذب به تنتقدي خطاب. لهذا هو راه غلب عليه الطابع الانساني على الطابع العملي. اما نحن كمواطنين مغاربه كنشمحوش، انا شخصيا لا اسمح والحمد لله حاليا جد فرحان كما ينبغي ونتمنى من الله محكمة ديال أنا الدور الحكم وتحية للصحافة المغربية وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا تسكتوا تتشدوا الطم ما تهضر حتى شي واحد ياك، وفينكم بينوا لي ولا لا ولا هذوك ولا هذوك الناس اللي تيصيفطوا هاد الجمعيات هادو بحال الملك بحال هادوك اللي مع الملك مع كله، لان كلشي عايره فهمتي دوله العاهر هادشي اللي دار الملك. هادو تي هادو هما البزوله ديال العياشه تمايا هاد الجمعيه العياشيه فهمتيني، والبزوله ديال هادوك اللي تيعطيو للعياشه هي الخليج تيعطيو ما عرفتش 100 مليار 100 مليون في العام ولا 165 مليون دولار في العام، ورا بزوله شاد فيها المخزن وتعطي للعياشه شي فرتل هاك كول حبه حاشاكم سمحوا لي هاك كول عطيه دوزو فهمتيني. هادشي اللي كاين ما كاين حتى شي لعبه، لان هادشي تيضر اخو الصراحه سمحوا لي، لان خصك ترمون في هذيك البلاد. لكن هاد الناس هادو يكملوا فيها وراها تنوض في دين ما شي حرب اهليه ويهنيونا ندخلوا نحرروا دين ما فهمتي، واخا توقف معاها ما عاد شنو باش نكونوا واضحين باش نكملوا. المهم هاد السيده هاد الناشطه الفدوى الرجواني راه ماشي راه درت عليها بحتى هي راه عنتو هادي راه دخلت في قضيه دبو 20 واخا ما عندها واخا انا الشيء هادي شتي تصوير جا اخوتي عرفتي شنو واخا تعرى قدامي اختي لبسي حوايجك وسرت بحال هكا ما عندي ما ندير بيك فهمتيني. وا ما عرفتش انا الخيبوات اللي دير ماما ما في دير مام لا انسانيه لا زي لا حتى شي لعبه، هما اللي تيجيو تيدافعوا على المخزن انا الحقوق الديمقراطيه التقدميه هي ما عارفه والو في هذا الشيء هذا. المهم هاد فدوى رجواني اخوت هادي قالت لك تتحدث عن بو 20 اودي اش نقول لكم، راه العالم كامل تيعرف علاش عتقلت بو 20، راه ما كاين لا تجاره مخدره. ما عرفتش انا هاد السيد هذا واش كان عنده وقت يكتب مقالات اللي المقالات ديالو كانت يعني مدققه فهمتيني، ولا كان عنده الوقت هذيك الساعه فاش كان تيكتب هاد المقالات وتيدير هاد التحقيقات كان عنده الوقت باش انه يجلس يغتصب فهمتيني 11 بنت في السيمانه ولا ما عرفت 100 ولا ما عرفت شحال قالوا هما ما عرفتش انا. واخا يكون اخويا عرفتي شنو شنقولك عاود فهمتيني، ماشي تيضرب غير الفياغرا يكون تيضرب شي لعيبه مع فوق هادشي هذا. ما عمري بغيت ندخل في هاد القضيه، ولكن غنقول لكم راه ما كاين لا حقوق لا خرا في هذيك البلاد فهمتيني. راه قدامكم عرفتي شنو باش ما تبقاش العداله في شي دوله خصكم طيحوا دير ما صافي تريب على كل شيء باش تقاد صافي، ما يبقاش انا يجي يديروا لي ديك الابارتايد اللي دايرينها تما.
We live in apartheid country. هاد الشيء اللي كاين طبقيه فهمتيني. There is no rights. We have no rights for nothing. We as Moroccan we live as just we should be a slave. We should just shut up. We shouldn't speak about anything. باش تكونوا فاهمين تحياتي. باش نكمل لكم هاد العاهره هادي اللي سمعتها في دوار الرجوان. قالت لك ناشطه جمعويه حدثيه تقدميه هي داخله مع المخابرات تخدم معها. ما راه انت راه عرفتي المواقع كاع ديال المخابرات داخله داير لها مقال فهمتيني. نقول لكم والالاف ديال المواقع ها هما قدام راه هادشي هذا. راه الفيديو مازال ندير لي يعني المونتاج ونحطو في كيفاش تي في تاهي جايباها لا دي بيش. هذا 24 لا دي بيش 24 راه تاهي ديال المخابرات. مخابرات عرفتي شنو كل سيمانه ولا نهار تفتح موقع وتنشر فيه خبر وتلوحو في الفيسبوك وتقول البنادم بارطاجي ودير الشائعه. دابا راه يخرجوا لكم شي دابا مع هذا الموضوع هذا يعني تيقيس يعني الكرامه ديال المغاربه ديال هذا الاغتصاب قاصر. وضروري غادي يجيو يهضروا ضروري البشر غادي يخرج وغادي يدوي على حقه. شنو عرفتي شنو يديروا؟ غادي يخرجوا لكم شي فضيحه ولا شي كارثه ولا شي حاجه. هاد الايامات هادي المخابرات دير هاد الشيء هذا فهمتي. هو المخابرات الوطنيه فهمتيني راه ما تدافع على حتى شي واحد. راه جي تجيو كتبوا لي لي كومون اش نقول لكم. تيقول لك اللي عطى مؤخرته ولا اللي يفكوها تيجيو يكتبوها لي. كتبوا هاد الشيء هذا تحت الصور اللي نشرت والاخبار اللي نشرت حول هذا الموضوع هذا فهمتيني. وخصوصا هذوك لي بروفيل كلهم كونيكتي مع بعضياتهم. راه كاين بزاف ديال الادوات لانك تعرف هاد الشيء هذا. وهاد الشيء راه نجي ليه دابا. هاد المخابرات هادي خلات بيدوفيلي يغتصب. انا ما كرهتش اخويا شي واحد يغتصب بنت شي بوليسي. ونشوف هاد القضيه هادي راه كما تدين وتدان. راه شوف راه ما تيطلق ها تي راه عندك جوج راه الرجال تيطلقها ولكن الجبل اللي ما تيطلقاوش فهمتي. راه جايه راه انت شوف راه الكارما راه جايه لديركم فهمتيني. كارما از ا بيتش. راه الكارما جايه لكم حتى نتوما طيحوا في نفس المشكل فهمتي. واحد يغتصب لك بنتك وما تدي حتى قلوه اشاكم ما والو صافي غتوليت بلق في عينيك وتبدا تقول دوله الظلم ولا حول ولا قوه الا بالله. غتبقى تبكي تما بحال شي عاهره بحال شي وحده مات لي راجلها ولا شي لعبه وما تدي حتى لعبه. انا نتمنى ياك تيقولوا لنا بوليس مخابرات وطني الدفاع الوطن ما كاين لا وطن لا والو. البوليس مخابرات الشرطه القضائيه القضاء مؤسسه كامله دارت لحمايه يعني العائلات الحاكمه العائلات النافذين في المغرب صافي. نتايا موت عندكم حل واحد الشباب عندنا يعني هذا الفيسبوك تنتواصلوا فيه تجمعوا ديروا شي وقت وخرجوا. نقول لكم ما عندكمش شي وقت اخر ما عندكمش شي حل اخر من غير انكم تخرجوا لهم الشارع وتفضحوهم. راه شنو نقول لك وراه هاد المهنه خداوها من عند الملك. الملك اللي فعلا واحد اغتصب 11 طفل عفا عليه. ايوا راه صافي راه قال لك اذا صالح القائد صالحت الرعيه ولا داك التخربيق. ولكن راه ما كاين والو راه ما كاين لا قائد لا والو. القائد هو تيسينهم على العفو تيقول لهم زيرو لبلادكم. واحد مغتصب 11 طفل مغربي خص يدير مو يجلس في شي زنزانه يعني انفراديه حياته كامله جا عفو ملكي. وهذاك خاينا اصلا كتيشتغل مع المخابرات الاسبانيه واه مشكله صاحبي. وقال لك ما في راسو والو. واش هذا الملك هذا واش يتروبل على عباد الله. ودابا هاد القضيه ديال هاد الطفله فهمتي الطفله هادي صافي. دابا اللي فين ما كان شي بيدوفيل في العالم غادي يجي للمغرب غادي يقول لهم راه نجي تما عندهم القضاء ديال البراني فهمتيني البوليس ديال البراني المخابرات ديال البراني ديال اسبان فرنسا وزيد وزيد كلشي ديال البراني ديال السواعده مخابرات ديال السواعده والكويتيين بوليس ديال السواعده والكويتيين راه هادشي اللي يقول ويجي يغتصب مع راسو ويمشي بحالو. راه ماشي هاد الكويتي هذا راه ما تنظنش انا هي اول حادثه ليه. راه هما عارفين راه عنده ملفات في هاد المساله هادي فهمتي. يحطونا غير السميه ديالو باره كنعرفوه مين شنو كان تيدير مع من كان تيتواصل
مع البنات اللي استغلهم كلشي نعرفو، ولكن راه ما حطوش لك السميه ديال، لان عارف غير السميه ديالو بوحدها كافيه باش نعرف كلشي على هاد الحمار. ايوا واش نقول لكم دابا صافي، دابا خوتي المغاربه اللي سكتوا على هاد الشيء هذا وما خرجتوش للشارع تدافعوا على الاعراض ديال الام ديالها، ما شدت لا فلوس لا والو، بلا ما يكذب عليك شي واحد. راه كما قلت لكم والخبر راه نشر ديال امه في الصفحه ديالي وفي الفيسبوك، وهاد ديال امه سبونسور فوق هاد الشيء هذا. وغالبيا هاد السبت هذا نحط لكم واحد الفيديو ديال واحد الحساس تيقول امير المؤمنين، فهمتي؟ غنشر دين مو لانهم عيقوا بزاف، اي واحد تيهضر و تيسميتو تيجيو يبلوكيو ليه صفحتو، يجيو يبلوكيو ليه يعني اليوتيوب ديالو القناة ديالو يحاربوها. و راه مغنسكتش انا على هاد الشي هذا، راه صافي وصلت فهمتي، وصلت لهنا فهمتي، غنوصل غنخرج مع دين امكم ديريكت دابا فهمتي، بغيتو تشوها تشوهو كاملين سير. عاد كان جات واحد الصراحه كان جا واحد الخبر اخر، شنو نقول لكم شنو قال بعدا هاد الكويتي امام المحكمه. قلت لكم خصكم تسمعوا شنو قال، التهمه اخرى تزاد على تهمه اغتصاب قاصر، ما خصكم تعرفوا. اوكي، تلتئم يوم الثلاثاء المقبل بغرفة الجنايات. ثلاثة الملايين قال لك باش بصراحة اللي باش عطاو الصراحة المؤقت، ما خداتهاش العائلة، خداها المخزن. الدولة اللي تتقول لكم حنايا راه تنحافظوا على الوطن وداك التخربيق وشعبي العزيز وقلاوي، راه هي اللي عطاتهم هاد الصراحة المؤقت وخدات ثلاثة الملايين. صافي سال الفيلم، عائلة ما خدات والو، عائلة عندها الكرامة ديال النيف هنا واصلة، ما خدات والو. باش نكونوا واضحين، تلتئم يوم الثلاثاء اوكي المقبل بغرفه الجنايات الابتدائيه اوكي بمحكمه الاستئناف بمراكش، جلسه جديده من جلسات محاكمه الكويتي المتهم بالتغرير بقاصر في الرابع عشر من عمرها وهتك ارضها وافتضاد بكرتها بقوه في صيف السنه المنصرمه. اوكي يوم حاسم بلا بلا بلا، نقول لكم شنو قال هاد الكويجي هذا، راه نجي لكم واحد القضيه وحتى هما دار اخرى. لا انا في القانون المغربي سواء انا المراه تنازلات ولا ما تنازلاتش، الدعوه العموميه ما تتنزلش. كما قلت لكم شي فاش تكون الدوله تتحمي المواطنين ديالها، شي فاش تخرج القضية ديال الاغتصاب وتتوصل القضاء، تتخرج من يدين ديال الاب والام، واخا يكون ديال مو معرف شنو، تتخرج تتولي قضية ديال الدولة، انصاف هاديك المواطنة. وفي حالة ان الام والاب تنازلات، عرفتي اش تيديرو ليهم في اوروبا؟ تيحيدو ليهم هاديك البنت، يقولو لا نتوما ما تصلحوش تكونوا والدين بوم. ولكن في المغرب راه ما تنازلاتش الام ديالها، ما تنازلاتش على بنتها فلوس، الاب ديالها راه تابع تابع يعني المسطره القانونيه، ولكن ما داو والو مسكين، غير باش نكونوا واضحين فهمتي. ولكن في المغرب لا، الدوله تتحمي السواعده، تتحمي القحاب ديال ما عرفت، هما تيصنعوا العاهرات في ديك البلاد، هما باغيين يصنعوا العاهر. علاش شكون هما؟ شنو هو السبب اللي تيؤدي مثلا المغربيه تتمارس الدعاره ولا تتمارس الفساد وديك على بخاطرها فهمتي؟ هاي تقول لي بحال دوك السويسريات ولا الفرنساويات اللي هي بخير وتتبغي تمارس الدهارة كمهنة لأنها تتعجبها فهمتي. ولكن في المغرب لا، الفقر هو اللي تيدي لها داك الشيء. مالك تيشد 165 مليار مات في العام، 165 مليون دولار فهمتيني، 99 مليون شرا بها دولار، شرا بها يخت، 167 مليون شرا طيارة لولدو، ساعة بجوج المليون ديال الدولار، ما شحال من ساعة عندو فهمتيني. وهذا الشيء هو السبب فهمتيني. موظفون اشباح تيشدو 30000 درهم في الشهر فهمتيني، قليله فهمتيني. وزراء ونواب يعني ما شحال ديال النواب اكثر ديالهم اميين تيشدو يعني الملايين، زائد المعاشات زائد الخرا زائد البقع زائد الامتيازات زائد كلشي زائد لي بريم كلشي. والشعب ضايع مسكين في الفقر، بصفة الشعب ضايع في الفقر، بصفة الشعب هذا راه ماشي يعطيه ترمتو يعطيه ما عرف شنو، بغيتو نتوما ديرو فيه، راه طبيعة البشرية،
راه كاين اللي ضعيف وكاين اللي قوي، فهمتي؟ شنو بغيتو ديرو؟ تتفكروا وما بغيتوش يدير حتى شي حاجه خايبه، وكان هذا الانسان هذا خصو يكون هو رسول الله في الارض. ايوا خليونا الخوت. وحتى السفاره الكويتيه الخوت ضغطات على الدوله باش انها تطلق صراحة المؤقت مقابل الضمانات، وغير خرجوا حراج هادي تدخل فيها السفاره ديال الكويت، راه جريمه هادشي اللي دارت، وراه جريمه. حنا غنجيو لهذا الموضوع، راه جريمه. كاينين جوج فصول يعني دوليين، كاين الفصل 32 و 34 المتعلقة باستغلال الجنس الجنسي والمضمنة في اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها من طرف الدولة المغربية، هذه اتفاقية من سيناء المغرب. يعني هاد السيد هذا راه يمكن المغرب دابا المخابرات ديال كالاخون ديال محمد السادس راه يمكن ترفع قضية، ترفع السمية ديالو الانتربول ودير عليه يعني اش نقول لك مذكرة بحث عالمية. ما عمر ديال مو يخرج من الكويت يبقى تما، ما عمر يسافر شي بلاد مازال، ولكن راه ما ديرهاش، فهمتي؟ راه هما راه هما تيجيو تيصيفطو يعني المذكرات في اعتقال فقط المناضلين. انا العام اللي فات راه صيفطو مذكره، وعرفتي شنو داروا لهم هنايا؟ عرفتي شنو؟ بحال ما سمعوهمش، فهمتيني؟ ما سمعوهمش، داروا لهم هذيك صيفط مذكره باغي تعتقل انسان محترم يوض القحبه حاشاك فين راهي هالبوك. باش كونوا واضحين، فهمتي؟ هادشي باش سميتو يجيو يتجسسو عليك ويصيفطو لك الكلاب والقحاب ديالهم اللي هما رجال الصراحه، ولكن عاهرات من فرنسا يدوروك التليفون ويقلبوك على المعلومات ديالك ويبحثوا حياتك والتخربيق، وما تيديو غير هذا. واش شنقول لكم؟ ناس مكلخين، ناس الله تجيد، قال لك الله تجيد، انا الله تجيد. ماكرهش نخرج في واحد فيكم نعرف هاد الله تجيد ديالكم شنو، فينا الرجوله؟ ما ندير لكم الرجوله تيحكمكم حساس، قاودوا كاملين دولة ومخزن وكل شيء. المهم المشكلة هاد الكويتي هذا فاش تيغتصبها تيصوروها، فهمتي؟ تيصوروها هو تيغتصبها، فهمتي؟ غتصب الفتاة، غتصب هاد القاصر هادي، فهمتيني؟ وتيصورها، هادي راه جريمة أخرى، هادي راه عرفتي شنو؟ شنقول لك؟ هادي راه قمة ديال الحقارة. وهذا شنو؟ هاد الإنسان ماشي حيوان، الحيوان وما تيديرش هكا، واعترف بهاد الشيء هذا أمام القاضي. هادي راه جريمة أخرى تضاف على جريمة الإغتصاب، ولكن راه القاضي خلاه يمشي في حاله، فهمتيني؟ والمخزن تيكذب عليكم، خرج يعني أخبار زائفة تيقول لكم بأنه أش نقول لكم، راه الأم شدات 50 مليون ما شدات والو، المخزن دا 30 مليون وما عرف باش طلق سراحو. 30 مليون باعو يعني كرامة ديال مواطنة مغربية قاصر طفلة، فهمتي؟ ونجي هنايا عاوتاني عندوي على هادوك اللي تيجي تيقول لي هي اللي مشات عندو، وراه هادوك البنات تيلبسو مزيرة. واش نتوما قول لي الشعب واش نتوما الشعب يقولوا لي واش نتا مريض؟ دابا انت نقولوا مصح ما وعد، واش تفورسيت الناس معاك ولا كيفاش؟ واش نتوما مريض ولا كيفاش؟ واش شي صحابك غير انت اللي ما واش نتا مريض؟ راه الا كنتي تحس هكا سير خويا شي طبيب نفسي، ولا سير قرا، فهمتيني؟ ربي راسك شي شويه سيكسوالي، فهمتيني؟ يعني جنسيا ربي راسك شي شويه. هي اللي مشات عنده، واخا تمشي عنده، واخا تمشي عنده ما منحقوش فرصه يغتصبها، فهمتي؟ وجاي واحد تيكتب لي تيقول لك وحده صيفطات تصاور عريانين، وانا شنو نعطي انا حكم الشرع؟ واش انا بدلك فقيه الاخرى نعطيك انا حكم الشرع؟ اخويا من حقك تصيفط تصاور دبر راسك حياتك هذيك، انا ما سوقيتش، انا تنهضر على واحد القضيه ديال اغتصاب طفله، ما تبقاوش تلاحوا وما تكونوش انانيين يا شعب الانانيه، فهمتي؟ ماشي فيما كان شي مكلخ يجي بدا يفتي في شي امور وبدا يهضر في شي امور وهو ما عنده لا درايه لا هو، تيهضر مع منطلق يعني الثقافه المغربيه المخزنيه المتكلخه ديالو. حنا تنهضروا على جريمه هنايا، جريمه بيدوفيلي كويتي اغتصب طفله عندها 14 عام. هذا الانسان هذا خصو يدخل الحبس، ما دخلش الحبس هربوا المخزن. دابا المخزن خصو يرفع مذكره دوليه في اعتقال، في حق اعتقال هذا الشخص هذا. هذه هي
فهمتيني ابسط حاجه يديرها باش هذاك الانسان ما عمر دين مو تكون عنده الحريه يسافر لشي دوله اخرى ويدهتك عرض شي عرض شي شي قاصر ولا شي طيفله في شي بلاصه اخرى. اذا كان تيهتم بالانسانيه فعلا وتحارب الارهاب وداك الشيء، والا فهو الارهاب الاول تيبان لي انايا. فهمتي هنا فاش عاوتاني نرجع تنقول لكم هذيك الامارات المؤمره ما صالحه حتى لعبه. احيدوا داك الحزاق، جبنا نحكمكم بوزاره الاوقاف وامارات، احيدوا داك الخرا ما واكلش. فهمتي بغيتوا تبنيوا دوله حديثه دوله متقدمه وحيدوا هاد الزمران. غنقول لكم علويين راه صافي راه نكحوكم فاش كان الاستعمار قبل الاستعمار وباقيين تنكحوا فيكم. فهمتي وبقاو نتوما تبداو تنكحوا وبقاو ساكتين وصافي وقولوا حنا مغاربه والمغرب اجمل بلد في العالم وبناتكم تيضيعوا وراكم عارفين. انا تنقول لكم وصافي يعني انا الصراحه ما بقى لي ما نقول في هذا الموضوع الصراحه اللي كاع اللي عندي قلته. فهمتي طبعا ندخل لكم في واحد الموضوع اخر ولكن نخليه فين ندير المونتاج لهذا الفيديو هذا راه يكونوا فيه بزاف رسائل ما خصني نشوفهم ولا تنظن الدوبه بالالكترونيه تعبر المساله اللي قلت ليه ديال لا فيديو ديال السو يبعدوا ليا من الصفحه يبعدوا ليا من اليوتيوب ديالي راه تنقولها واخر مره غادي نقولها. فهمت من هنا 12 ساعه ما يديروا حتى لعبه انا عارف شنو ندير. فهمتي ما كاين فضح 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 فضيحه مور فضيحه باش يكون واضح. فهمتي كما قلت لكم الخوت الام ديالها ما شدات لا لا فلوس لا والو، المخزن هو اللي دات 30 مليون 30 مليون مغربيه ومع بعد الشرف ديال المغاربه. القضاء حتى هو عنده يد في هذه المساله هذه، البوليس المخابرات هما عندهم اليد في هذه المساله هذه. الشخص فاش يكون محوت عليه وارتكب جريمه الاجهزه الامنيه تقوم فهمتيني تترسل رسائل ومذكرات عبر يعني جميع يعني فهمتي وطنيا تقول لهم هذا الشخص هذا لا تشد في شي مكان راه ما خصوش يخرج من المغرب، ولكن ما داروش هما هذا الشيء هذا بالعكس ساعدوه باش يهرب ويجيو هنا تيحاربوا المناضلين والناس اللي والناس اللي تيفضحوا الفساد تيتم يعني اعتقالهم. فهمتي والناس اللي تيسميجو اللي تينتقدوا محمد السته حتى هما تيجيو يعتقلوهم. فهمتيني والناس اللي تيهضروا على الحق حتى هما تيعتقلوهم، بل اكثر من هذا تيخترقوهم وتيجسوا عليهم وتيجسوا على حياتهم وتيشوفوا ليهم تهمة كما داروا مع هاجر الريسوني. فهمتيني هاجر الريسوني اللي خرجت معي عند الطبيب وقفوا عليها عسكر ديال البشر. فهمتي صيفطهم اخ النوج انا 100% الملك اخ النوج بوم سير شد لي هذيك انا تهضر على الملكية فصل الصولات كدا تتفضح السوم. فهمتيني سير شدها كي فهمتي هذه هي المخابرات عندكم هذيك اخوتي ماشي بلادكم تيبان لي انا نتوما المغاربه. فهمتيني ماشي بلادكم يعني ماشي الدوله ماشي ديالكم ماشي بلادكم هذيك فهمتي يعني غير بلا ما تبقى تجي تقول مغربي ولا مغربي حتى قلوه صافي حاشاك مع مغربي ما حتى لعبه ما كاينش شي حاجه بقى سميتها مغربي. فاش وحده تيغتص الطفل تيغتص بها واحد كويتي وتتعاون مع الدوله والقضاء والبوليس والمخابرات والخرق حل وتيمشي والام تتخرج تقول ما شديت والو ها انت شنو وقع واخا تكون كاع شداد الدوله المسؤوليه ديالها هي تطبيق القانون. ما كايناش العاطفه سيدي تما لا كاينش العاطفه فهمتي القانون داير بحال الموت تيجي لقى وحده ما تيرحمش. فهمتي كلشي تيدوق المراره ديالو اللي دار الغلط ولكن لا المغرب لا فهمتي هذيك راه كما تنقول لكم ماشي الدوله ديالكم. الغد لي انا راه ما نتفاجئش الا فهمتيني الا بداو تيجيو تمايا فهمتي راه دارت واحد القناه في اسبانيونيه وقناه فرنسيه داروا بزاف ديال لي دوكيومونطاري يعني الوثائقيين على يعني المتاجره بالاطفال وفين هما هاد المخابرات اللي تيحللوا يعني وتيفكوا يعني الخلايا النائمه والحازقه ولا ما عرف القمر تيجيبوها فين هما من هادشي هذا؟ علاش ما تيشوفوش يعني لي بيدوفيل اللي تيستغلوا يعني المتجرة بالاطفال ديال المغرب؟ يا صافي فين ما يشوفوهمش فهمتي ما عندهم هذا ماشي سوقهم فهمتي هما عرفتي شنو مسالي قبهم لا لا شي واحد يسب الملك في الفيسبوك ها تيخرجوا لك فهمتيني هذاك فين تيسكن خصنا نقلبوا عليه جيب هذاك الاوسنيت سير طور جيب هذاك البرنامج
خسارق دين امه فوالا لا خصنا واقيلا سكوميت اه لا سير شنو فين تيسكن اه سيروا جيبوا لدين امه جيبوا دين امه هنايا خشيو في شي قان تما شدوه فرشخو دين امه بكلاكات تكونوا نتوما مع شحال وكوكتو يا رجاله يعني كوكت فيكم يا الرجوله راه هادشي ما يوقعش فهمتيني لان هادشي هذا غادي يوصل مازال حتى لبناتكم راه تقدر انت كبوليسي من غدا يطريو على دين امك الكلب وتشدير هذا ما يقالك لا حقوق لا والو فهمتي ربما بنتك غادي تخرج تمارس الدعارة فهمتي لان انت تكون ميؤوس من دين امك وتعيش في الياس والبؤس فهمتي كتافك غيطيحوا فهمتي ويغتصب شي واحد وتجي عند اليوم يقول لكم انت راه كمات دين وتدار وعقلوا على هاد الهضره هادي رانا تنقولها لكم ونعاودها ونأكد عليها هذيك البلاد راه ما بقاتش ديال المغاربه يا اما تشوفوا حل راسكم فهمتيني يا اما خرجوا اخويا فهمتيني تنازلوا على ديك الجنسيه طالبوا يلوحوكم في شي بلاد في شي قاد ولا في شي صحراء كاع يجوا بها وما تعيش اخويا في بلاد بحال هذه ما نقدش انا شخصيا فهمتيني ما نقدش انا نعيش مع هاد الحيوانات هادي ولا نتعامل معاهم نقد نعيش معاهم في حاله وحده الا نط الحرب نقد نعيش معاهم في حاله حرب فهمتيني نتحارب معاهم فهمتيني هادشي اللي نقد نعيش معاهم انا فيه ماشي حاجه اخرى ما نعيش معاهم فيه في حاله حرب نعيش معاهم فهمتيني في حاله بحال هكا كيما عايشين دابا ما نعيش معاهم ما نقدش نعيش معاهم والله ما نقد والله يعني اش نقول ما نقدش نعيش معاهم ما اش نقول نعيش مع قواده حقك يضيع البوليس ما تخدم البوليس جاي تما باش يكريزي باش يضرب في الكرامه ديالك وتجي تقول لي انت دوله ولا حنا بلد متقدم راه هادشي هذا هو فيديو هذا كاين فيديو اخر جاي بالانكلي غادي حتى هو ندير مو سبونسر ونهضر على القضيه البيدوفيليا في المغرب باش العالم يعرف نتوما انتوما حقوق انسان اخرى راه كاين بزاف الافكار كنقول لكم الناس اللي فشي انا المغاربه بالنسبه للخارج خصهم يحبسوا هذاك فهمتيني ما بقاوش يصيفطوا فلوسهم المغرب يساليوا هذاك الشيء يحبسوه في خطره ما يصيفطوا والو صافي المقاطعه الشامله فهمتيني مقاطعه ما تصيفط خلي ندير مو معيشوا الازمه واش حتى تصيفط ليا الفلوس الاخ نوش وتصيفط هذيك الفلوس تاعي تيمشيو يشريو بها يعني فهمتي اجهزه امنيه تمشي تشري بها يعني برامج من الخارج باش تجسس على النشطاء باش تجي تبلوكي لك انت صفحه وتبلوكيك صفحه في اليوتيوب قناه في اليوتيوب هادشي اللي تيديروا هذيك الفلوس العمله الصعبه اللي تتصيفط راه تيشريو بها هادشي هذا اللي تي المسائل اللي تيستوردوها من الخارج ما بينها يعني دي سوفتوير وبرامج باش تخدموا باش انهم تيجسوا على عباد الله فهمتي تيجيبوا مهندس ما عادش تيخلصوا انا باش يبقاو فيا ما قدوش يصيفطوا حتى جوج ولا ثلاثه ديال المغاربه يمشيو يقراو في الخارج يرجعوا لهم يعني لا تكنولوجيا المغرب ما كاينش خصهم يجيبوا شي واحد نصراني يقدم ما تيقوش في بلاد بلادو واش دابا الثقه ما كايناش فهمتي خويا مخابراتي تيدخل على مراته واش ندرتي خويا اليوم شنو درتي يا راجل شنو درتي يا حبيبي اليوم تخربيق الزبل راك تحاضي واحد خونا في الانترنيت فهمتي راه كاين دوك صحاب فيتنا فهمتيني ورا سمعت هذيك القضيه ديال واحد خينا اغتصب قاسم على الدين ساهل ليا فهمتيني هذاك الشيء ديال الدوله فهمتي شنو نقول لكم مراتي حكموكم وحدين زيرو كوكوك مضطربين نفسيا حماق يا اما تشوفوا الحل بلادكم وتخرجوا للشارع وتهضروا على حقكم لان فاش تجي تضرب الشرف ما تيبقاش يعني هذيك التبريرات وديك التفسيرات الخاويه راه ما تتبقاش فهمتي غير سير لوحه ديرها في طاروت الزبل وكولها ولا دير انت بها اللي بغيتي فهمتي لان ما تيبقاش لان فاش تشوف القانون ما تيطبقش والعداله ما تطبقش يعني شنو هي الدوله ما هو يعني دور الدوله كيفاش انت غادي تشوف الدوله هادي واش هادي دوله ولا شنو هادي كوري البايم ولا كي كوري البايم وفين النظام مازال وفين العدل فهمتي مازال المغرب باش راه نتوما تتشوفوا بلادكم وعارفين شنو فيها وهذا ما كان الخوت وتحياتي شنو نقول لك ا بيدوفايل ان يوروب
cannot get away with such a crime. Okay, but in Morocco he can, because he can buy everything, police, judicial systems, everything, justice system, everything. He can get a fucking away with it with no problem. Okay, and you want the whole world to shut up. Okay, please, you know, I have nothing more to say. Man, you may go mazal. تحياتي لكم الخوت ونشوفكم في شي لايف اخر للاسف الشديد.